لومومباشي فريق الفتح رغم الخسارة كان كبيرا في أدائه. هي مناسبة للحديث عن هذا العطاء، الضربات الترجيحية أو إن صح التعبير ضربات الحظ، قد تبتسم وقد لا تبتسم. عموما الفتح رغم الخسارة كانت الخسارة بشكل أولا نقول مبروك لمازيمبي وحظ أوفر الفتح الذي كان أفضل من مكان لفريق الفتح. لو تألق ممكن الحارس مرمى أولا.